نفحات إيمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في اللقاء السابق حول بعض فضائل شهر رمضان وما فيه من خيرات وبركات، وتوقفنا عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان مما مضى أن رمضان مدرسة ربانية تتهذب فيه النفوس وتترقى فيه القلوب لتفوز بمحبة علام الغيوب. في قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، يبين المولى جل في علاه أنه فرض علينا الصيام وكتبه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا لأجل حكمة عظيمة وسبب جليل، وهو الذي لأجله فرض الله الصيام. وهذه الحكمة هي تحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. تأمل أخي في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور هو كل قول حرمه الله، والعمل به هو كل عمل حرمه الله جل وعلا. فمن لم يدع الأقوال المحرمة والأعمال المحرمة، أي في حال صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث النبوي المبارك يلتقي مع الآية في الغاية والقصد. فليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب فقط، انتبه، ليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب فقط. يوضح ذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما، أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نعوذ بالله من حال هؤلاء. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الصائمين أنهم ليس لهم من صيامهم إلا الجوع، أي لا أجر ولا ثواب، ولا ينال بركات هذا الشهر، ولا يحصل خيراته، عياذا بالله من ذلك. ورب قائم ليس لهم من قيامه إلا السهر. وهذا بسبب وجود مانع يمنع القبول، كمن يصوم عن الطعام والشراب ويقع في المحرمات أثناء صومه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. تأمل في هذا الحديث، فهو يبين ما قبله ويوضحه، ويلتقي مع الآية المباركة في الحكمة والغاية والقصد.
ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. قال: ورجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. رواه ابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح. ففي هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يؤمن على دعاء جبريل الذي دعا على من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. وهذا واضح أن هذا الشخص قد دخل عليه رمضان فلم يستفد منه ولم يغتنمه ولم يعمل فيه بطاعة الله ولم يصم كما أمر الله، وإنما ليله سهر ولهو ولعب، ونهاره نوم وكسل وغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللحديث بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفحات إيمانية.